صباح الخير. بما انه اليوم اول يوم رمضان حبيت اصوركم فيديو، راح اصوركم فيديو ان شاء الله. كل يوم راح احاول انزلكم فيديو وصوركم كل شيء. اليوم الجو كتير حلو وجنن، وخرج الواحد يطلع لبرا ويتمشى. بس الله وكيلكم مو صايمين هلا. صح الجو طلع وشوب، بس شو في هوا هوا كتير. يعني فتحت الشبابيك انه الابواب صارت تتضرب ببعضها. وقبل ما نبلش بالفيديو يا بنات، لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير، ويلا نبلش نشوف شو بدنا نعمل اليوم. ما رح طول عليكم الفيديو كتير. شلت شو في عندي خسر، قلت بدي طويه كلياته وخبيه، وامسح الغبرة وامسح الحيطان واشطف الاراضي وبس، هيك بكون خلصت. رح اعمل هيك حوسة سريعة على الغرفة. هو الكلام على ضب الغسيل. هلا بس ضب الغسيل بصير الدنيا عم تضوي. هلا اول شي رح اطوي اول غزينه، خلصتها كلها، ترتبتها ومسحتها. هلا بدكم تقولوا هون شو حاطه؟ حاطه برادي. شو عندي برادي؟ بشاكير هيك تبعات ويتش حاططهم هون، عرفتوا؟ هون اغراضي وهون هدول كلهم الاغراضي. يعني هاي اول غزينه هيك بكون خلصتها. بلشنا هلا بغزينه ولادي، كمان ضبيتها كلها. هلا رح مسحها وارجع مدها. هاي اخر النتيجة، هيك خلصت سكرتون ولادي. هاي بكون خلصت التاني. ما فضيت المنشر كلياته، غسلت وجبي وهلا رح انشره كلياته. بتعرفوا شو حلو بهالمنشر؟ انه بيسع وجبتين، بقدر اغسل وجبتين وحطها. الحلو بهذا المنشر يا بنات انه غسلت وجبتين وطلعوا وسعوا التنتين طرفين وسعوا. والجيلاتات كمان تبعت ولادي غسلتهم وعلقتهم هيك بالتعلقات. هلا هيك تقريبا رح خلص، ضل علي شوي بس. غيرت التلابيس. هلا هون قبل بيوم اختي ما تروح مسحت لي حيط غرفتي، قالت لي انه في عليه عفن كتير فعشان احط كلور انتي ما تشمي ريحته، لاني ريحه الكلور كتير قويه. وانا تاني يوم كملت حوسي، عرفتوا؟ يعني هذا التصوير قبل بيوم، هاد بس هاي المقطع هداك، اما هاد كله تصوير واحد. جانا رمضان جانا ونبهنا بهلاله، جانا جانا يا ابن الم. هلا هون انا مبردة قلبي وعم حوس وما عم بسأل انه روح على المطبخ او ساوي اي اكل، لاني دق لي ابو علي الصبحيات. قال اول شي شو قال لي؟ قال لي انه شو رأيك اليوم نشوي؟ قلت له ايه ما عندي مشكلة انه اذا بدك نشوي. قلت له بس وين بدنا نشوي؟ قال لي برا بجنينة. هلا انا عندي برا بجنينة بس فوقي كلها بنايات، يعني قلت له احتمال انه يتضايق او الريحة تطلع لفوق، يعني ما بتزبط. قال لي خلاص امر لله، رح وصي على كيلو كبابه انه مشويه وخالصه وجيبها معي وقت الافطار. قلت له يا عيني عليك، هيك احسن شيء. نصلي لاني اليوم بدي يجيب لنا ابو علي اكل جاهز، فمشان هيك اليوم يعني محتفله هيك عم لملم وصلي واقرا قران. اليوم ما دخلت على المطبخ ابدا انه طبخت. يلا بخلص صلاه وبدي اروح حضر العشاء. وكيلكم يا بنات، صاير عم بتوحم على الخيار بلبن جوج، صاير عم بحب اللبن مدري ليش. حطيت له لبن وشوية نعناع وشوية هذا شو اسمه توم. هاي الخيارات هلا فرمتهم كلهم. ريحة الخيار بتجنن، بس هو بارد يا عيني. أحلى شيء قال يحيى بعد ما صار ساعة بياكل معكرونة، وبقول له أخوه حاط الشهيني ما بعرف ايش. هلا قال قاعد، قال لي ماما انا صايم، هو احسب حسابي بكل شيء. قلت له لك تكرم عينك.
خلي لي قلبن الله يحميهن يا رب. بعد ما قدام على الاكل طلو 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 طلع علوش اليوم صايم اول يوم له. يلا قلن المقدمه. يلا السلام عليكم، اعملوا لايك شير وسبسكرايب، خليكم معنا وطب شنو انت مو اللي متحمس غير على الاكل. طلع 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 هاي احلى الرحمن. يلا صحه وهنا ذكره هذه احلى. شو ما شايفينه؟ يلا ذكره خلاص شافوها. صحه وهنا طلع طلع هلا بالدكتور مو شايفين. صحة وانا روحي صحة وانا ايه بقى اذا اقدر عم بصوركم خلوني اكل انا كمان. هلا صوري 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 ايه انت عم تلاهوني كلو كلو انت بس صوري. صحة وانا هلا هون بعد ما تعشينا وخلصنا وضبضبت كل شيء ابو علي راح على صلاة التراويح وانا قلت بحمم الاولاد لحتى يرجع. الله أكبر أكبر حي رمضان، هيا علينا ونور شهر القرآن. الله أكبر أكبر حي رمضان، هيا علينا ونور شهر القرآن. القلب عاشق صار له زمان، انعم علينا يا رب بشهر الغفران. الله أكبر أكبر بدي احكي لكم شغله. ليش وقت الواحد بيتعشى وبيتسحر مع عيلته بلاقي رمضان غير شكل؟ الله لا يحرم حدا من عيلته. السلام عليكم، لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. بس ابني هيك هيك لك لا هيك صرنا هيك صرنا من هيك ما طلع انسوا اللايك شير سبسكرايب. مع السلامة. جاهزين لتقولي واحد اثنين ساحر ليش انت؟ ما شاء الله ما شاء الله علي. مين هلا دينام؟ ما بتقبل. هلا بعد ما حممتن وخلصتن هلا بدي يحطوا راسن ويناموا. وهيك كنا بنهاية المقطع، لا تنسوا من لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. بحبكن كتير وتصبحوا على ألف خير واستنوني في فيديو جديد. قال خلصت كل شي وحممت الولاد وقلت بدي روح نايمون. اجا ابو علي حط راسه ونام معهم كمان، قال لي كتير تعبان حقه لاني كان فايق قبل بيوم الساعة 7. فقلت له خلاص انت نام وانا سويت فنجان قهوة هيك على رواق وقعدت شربته لاني شفته الصبح ما عم صرنا نشرب قهوة فصارت القهوة بالليل.